حلوين، كيفكن؟ اليوم أول إبريل أو نيسان، وأنا متأكدة كلكن تعرضتوا لضروبة، وأنا حخبركن ضرب سويته برفيقتي. يا ويلي، يعني هلأ إذا هي عم تتفرج على الفيديو أنا متأكدة تذكرت، حتتذكر شو حقول وحد جن ما بعرف، يعني لأنه نهاريتا وصلت معها انها سكرت ما عطت ولا كومنت وقت ما عرفت الحقيقه، وسكرت الخط بوشي. تعوا شوفوا شو سويت. اول شيء دقت لي رفيقتي، قام دغري نطت براسي الفكره، عطيت اختي ترد وقلت لها قولي لها كالتالي: الو، ايه لافا؟ نتالي؟ نتالي بالمستشفى. ما بعرف شو بدي قلك، بس كنا راجعين مبارح بالليل وصار في تبادل اطلاق نار، وهي راحت على المستشفى وانا ناطرة بالبيت وهم كلهم بالمستشفى، ماني عارفانة شو بدي ساوي. طيب يلا يلا. اوكي. وسكرت معها للافا، ويا ويلي شو صار. صرت انا غشياني ضحك، بس بنفس الوقت بعرف رفيقتي وقت ما تعصب شو بيصير. يا ويلي عن جد، يعني ما فيني خبركن شو احتمال يصير بس تعرف الحقيقة. عم رحت مسكت الموبايل. الو، هاي لافا. روقي روقي روقي، ما بدها هالقد. كذبة نيسان، شو بك؟ سكرت الخط بوشي. اوكي، لحظة من السكوت، بعدين سكرت الخط بوشي. والله يعني شي فظيع، ما فيني خبركن. عصبت عصبت مني وقعدت يمكن like she's my best، هي رفيقتي المفضلة. سكرت الخط بوخرقتي وما عاد حكيت معي ليومين. سمعت صوت القطار توت هيك بنص وشي. هلا ما عاد حق اتعصب بالمخصوص انه هي قلقت قلقت قلقت، انه خليت امها واخواتها وكل العيله يقوموا يلبسوا مشان يجوا لعندي على المستشفى اللي انا على اساس بغرفه الانعاش، بغرفه انه هدول اللي حالتهم حرجه. يعني عملت لها دراما. انتو خبروني شو المواقف اللي تعرضتوا لها بأول ابريل، او شو المواقف اللي عملتوها بالعالم، وخليني اعرف. ومشان نكون دور على تواصل واعرف شو الفيديوهات اللي بتحبوها، روحوا عملوا لي فولو على انستغرام، فيسبوك، وسناب شات، وتويتر، كلياتهم، مشان دوما نكون على تواصل ودوما تعرفوا جديدي واخباري. بحبكن كتير كتير كتير.